أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام وسلامهم الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ومولانا وزبيبنا ومعلمنا وشفينا محمد بن عبد الله، وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والوله، وصلاة والسلام تبارك على آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أحباب الكرام، نستأنف حديثنا مع سورة القلم، وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى بعد أن حاجج المشركين ودحض أدلتهم في مساواتهم بين المؤمن والمجرم والمسيح وغيره. إذن يقول الله سبحانه وتعالى يوم وينقل الحديث إلى يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. بعد إذن أن دحض الله سبحانه وتعالى حججهم وقال أنهم شركاء وهكذا، كتاب يدرسون فيه كل ما ذكرناه في الأسبوع ما قبل الماضي، انتقل الخطاب إلى الحديث عن ما ينتظرهم يوم القيامة وأحوال بعض أحوال يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق. العلماء أعطوا لهذا المعنى تفسيرين، يقال في اللغة كشف عن الساق إذا جمر عنه لهول الموقف، مثلا حينما يكون أمام موقف صعب فيه تهديد لحياته، فخوفا منه يشمر عن ساقه ليهرول ليهرب يعني، قالوا كشف عن ساقه. لذلك حتى في المعنى الترجمة الفرنسية أعطوه لجوء إلى فرونتو لزور دي جوجمون، بمعنى أنه يوم القيامة سيكون هناك هول شديد، وسيكون الناس كالذي شمر على ساعده يبحث له عن ملجأ أمام هذا الهول وأمام هذا الرعب الذي يشاهده. وقيل غير ذلك، قد أعرض الإمام طاهر بن عاشور في تفسيره عن كثير من الروايات التي يعني ضعفها العلماء، وأخذ منها رواية وهو أن الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساق من نور ثم يسجد له كل من كان يسجد بالإخلاص يوم القيامة إلا من كان يسجد نفاقا أو كان لا يسجد حين يؤمر بالسجود في الدنيا، فإنه آنذاك يبقى ظهره يعني غير قابل للسجود، ومن جاء ليسجد وقع على قفاه، كما أورد ذلك الإمام الطاهر بن عاشور في التحرير والتأويل. إذن الوجه الشاهد هنا ويدعون إلى السجود، حينما يدعون إلى السجود لا يستطيعون، يعني حينما سيسجد آنذاك المؤمن الذي كان يسجد يوم القيامة بإخلاص وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى سيسجد آنذاك بدون صعوبة، أما المنافق الذي يسجد رياء وصنعة و يعني نفاقا فهذا لن يستطيع السجود، لأنه لم يكن سجوده فيه إخلاص. أما أصلا الذي لا يسجد كالمشركون فهادو كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فلم يسجدوا، إذن فمن باب الأولى والأحرى أنهم لم، فيكون ذلك علامة على الإيمان الذي فيه الإخلاص وغيره.
إذا لا يستطيع أن يسجد إلا من كان يسجد إخلاصا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. Alors, le verset 42 du chapitre de la plume 68, Allah subhanahu wa ta'ala, alors après qu'il a discuté avec les mécréants, et surtout les mécois, qui ont traité tous les prophètes sallallahu alayhi wa sallam de Salman du Juste, plus que cela, et ils ont comparu leur situation avec la situation des mécréants. Étant donné que c'est des criminels et des associateurs, ils ont dit que tant que Dieu nous a donné ici, il va nous donner aussi dans l'au-delà. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, alors si vous avez un livre dont vous apprenez, si vous avez des associations qui associent avec moi, qui vous donnent et ainsi de suite, des garants et ainsi de suite, et après Allah subhanahu wa ta'ala directement, il les a emmenés vers les situations de l'au-delà. Alors disons le jour où ils affronteront les horreurs du jugement, le jour où ils seront devant une réalité qu'ils ignorent aujourd'hui. Bien évidemment, les associateurs, les mécréants aujourd'hui ignorent qu'on va être ressuscité. Le jour où ils seront devant cette réalité, et surtout avant le jugement, il y aura toute une préparation. On a déjà parlé dans pas mal de chapitres que le jour dernier, c'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala va tout changer le système comme on a l'habitude ici dans le monde. Le moment où ils seront affrontés à cette situation, ils seront appelés à prosterner et ils n'auront pas la possibilité de prosterner. Pourquoi? Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala les appelle à prosterner ici-bas, ils refusent de prosterner. Ou bien ceux qui prosternent par ostentation ou par hypocrisie, à ce moment-là, Allah il va distinguer la vraie prosternation sincère et la prosternation qui est exclusive à Dieu subhanahu wa ta'ala et la prosternation qui est mélangée avec l'ostentation, avec l'hypocrisie. Et aussi ceux qui ne prosternent pas, quand ils ont été appelés à prosterner ici par votre, certainement là-bas aussi, ils ne vont pas être prosternés. Alors, Yukshafu al-Saqim, aussi il y a un autre sens où Imam Taha ibn Asur a donné un sens pour ne pas rentrer dans ça. Wahada hadil aya, le bab, le dakhla fiha, al-ulama fi niqashin kabir. هل لله ساق أن أساقها وهو لله غير الله فدخل المجسمة والكرة والكذا. لا أريد أن أدخلكم إلى هذا علم الكلام ومشاكل يعني العلماء في هذا المجال نحن يغلين عنه. لذلك الإمام طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير أراد عن كثير من الروايات التي لم يصحها العلماء فقال المقصود كذلك بيوم يكشف عن ساق لأن العرب تقول يكشف عن ساق لزغبتيز لبيخصن il élève ses vêtements au niveau de comment dirais-je de ses genoux quand il est franc il est devant une situation dure. Bien évidemment, il se prépare à s'échapper, à s'enfuir, chercher un refuge. C'est la même chose, c'est la même situation. Le jour dernier, ceux qui ne croient pas au Dieu subhanahu wa ta'ala, ils n'auront pas cette stabilité de croyance. Ils essayent de chercher un refuge, mais il n'y aura pas. Le deuxième sens que Allah subhanahu wa ta'ala va dévoiler une lumière, sans rentrer dans les détails, d'où vient cette lumière, les savons des essentiels qu'Allah subhanahu wa ta'ala va éprouver ici. Les croyants vont prosterner à Dieu subhanahu wa ta'ala, et ceux qui ne prosternent pas convenablement, ceux qui prosternent par l'hypocrisie, par l'ostentation, ils n'auront pas la possibilité de prosterner. Dieu va faire en sorte que leur dos ne peut pas se prosterner. Quand ils viennent pour se prosterner, ils tombent sur leur visage. Thumma, Allah subhanahu wa ta'ala, ذكر حالهم بعد ذلك خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. إذن هذا وصف لما سيقع لهؤلاء. خاشعة أبصارهم يعني ليس من الخشوع المعروف في الصلاة. الخشوع الذي معناه الدلة.
إن الإنسان يكون مدللا، والإنسان حينما يخشع يكون فيه نوع من الذلة لله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الذلة ليس الخشوع فيها لله تقربا وخوفا، ولكن خجلا من أنفسهم، سأطرافهم سيحذرون أطرافهم ورؤوسهم خاشعة أبصارهم، ترهقهم ذلة، يعني تغشاهم الذلة. تعرفون الإنسان كما نقول نحن حينما يقف أمام موقف محرج، يعني يكتشف كذبه أو اكتشفت سرقته أو اكتشف جرمه، أنا ذاك يعني الشيء الذي يعبر عنه وأنه يطرق طرفه ويحني رأسه وتغشاه دلة وتغشاه يعني حالة من الضعف. هكذا سيكون المشركون. لماذا؟ لأن الله سيكشف لهم عن الحقيقة التي كانوا ينكرونها. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. يعني النار التي كنتم تكذبونها، انظروا ها يوم القيامة الذي كنتم تكذبونه. إذن الله يبين لهم الحقيقة. فأنا ذاك لا ما قال لهم إلا الدلة، سنقول يعني يحشم من راسه، فليس له جرأة للنظر أمام صاحب الحقيقة، فيعبر عن ندمه وخجله وكذا. لذلك قال ترهقهم، جاءت من إذا رهقك الشيء أتقنك ولا تستطيع الإنفكاك منه، ترهقهم ذلك. وكانوا يدعون إلى سجودهم سالمون، كانوا في الدنيا يدعون اسجدوا لله تقربوا لله وهم سالمون، يعني سالمون في عقولهم وصحتهم كذا. وهذا فيه دليل كذلك على أن الذي عنده عذر من الأعذار في سجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، هؤلاء عندهم عذر، أنه مجنون أو أنه صبي أو أنه نائم حتى يستيقظ. إذن فهو سالم، الإنسان سالم في صحته في عقله في كذا، ولكن لم يسجد لله سبحانه وتعالى حينما دعي إلى ذلك. إذن نخجار سعو أبسي يعني بدمو سعو إيمولي تكور الله سبحانه وتعالى كنت سعو دفولي لجو درني. Ça c'est avant le jugement, préparant à lui. Déjà cette réalité, ils seront ressuscités parce qu'ils traitent de mensonges le jour dernier. Mais quand ils vont le voir en réalité, la seule réaction, qu'ils vont baisser leur regard, ils vont baisser leur tête, et une humiliation va couvrir leur visage. Et ça se voit que ces gens-là, ce que vous ignorez, ce que vous traitez de mensonge, le voilà devant vous une réalité clair. Et le moment où les messagers, les gens du bien vous appellent à prosterner, et à ce moment-là, vous étiez sain et sauf, vous étiez en bonne santé, vous raisonnez, vous avez refusé de prosterner. Alors ainsi, ici, vous n'aurez pas l'honneur de prosterner. Parce que à ce moment-là, ça va être un honneur pour celui qui arrive à prosterner, pour lui, c'est un signe. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il va les faire très. ثم inshallah nous terminons ma baqiya min al ma'na. Allah subhanahu wa ta'ala بعد ذلك سيواسي. ذكر فقط آيتين تشمل وتجمع ما سيقع يوم القيامة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الحال والعياذ بالله المشركين. ثم الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وما سنراه في الأسبوع المقبل إن شاء الله، إن شيخنا وأستاذنا له معلومات سيفيدكم بها، والحمد لله رب العالمين.